عدد من ولاة الوطن. وفي مدينة يلاق استعرض الوزير الإنجازات التي تحققت في البلاد خلال العشرية الأخيرة والمشاريع التنموية، مؤكدا أن كل ما تحقق كان بفضل الأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد والذي بدونه تستحيل التنمية. مدينة ألاق عاصمة ولاية البراكنة كانت آخر محطات زيارة التفقد والاطلاع والتحسيس التي أداها وزير الداخلية والمركزية السيد أحمد عبد الله لبعض ولايات الوطن. وخلال الاجتماع الذي عقده بالسلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين ورؤساء المصالح الجهوية في البراكنة، وبعد توضيح أهداف الزيارة، بيّن الوزير أن نهضة شاملة طالت مختلف الميادين بفضل الخطة التنموية التي اعتمدها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، مما أفضى إلى إنجاز العديد من المشاريع والبرامج لفائدة المواطن الذي أصبح محور العملية التنموية. وبعد استعراض نماذج من إنجازات العشرية في مجالات تعزيز الديمقراطية وتوفير الأمن والاستقرار والحالة المدنية وإصلاح الإدارة والتعليم والصحة والطرق والتنمية المحلية والطاقة وغيرها من المجالات، حث الوزير السلطات والمنتخبين على بذل جهود أكبر لسد النقص الحاصل في تعريف المواطن بهذه الإنجازات وجعله يحافظ عليها ويستفيد منها على الوجه الأكمل. ثم نقص ما زال نقول عن المواطن ما هو على علم من هذه المشاريع الجديدة، ولا استفاد منها الاستفادة اللي يالله اللي يقول بها، ولا فهم إحساس بالمسؤولية باتجاهه من هذه المشاريع الجديدة. ومن هنا يأتي دور هذا الجمع الكبير اللي أمامي اللي استدعيت لهذا الاجتماع لذلك. إذن يرجع على السلطات الإدارية وعلى السلطات المحلية والمنتخبين والمدراء الجهويين الموجودين على الولاية تزمين وتعبئة وتحسيس المواطنين على الاستفادة من هذه المشاريع. إذن عن هذا هو دور نحن اللي يلا نعود قائمين به. قلت قبيل أنتم ممثلين للدولة، إذن عن ذاك التمثيل تام معناها عن برامج كامل وعدل فيه نشمت فيه رايحة، لأن هذا برنامج عمومي أنتم كاملين مسؤولين عنه. وجودكم هون اللانو تنفذوا سياسات ومكلفين بتنفيذ ومتابعة السياسات الحكومية بكاملها، معناها على ذاك النقص هو اللي نختار ونتفاده، هو اللي عدلنا له هذه المهمة على أن المواطن يحس على أنه هذا له وعلى أنه معني به وعلى أنه يا الله يستفاد منه ويا الله يدمج فيه يعلط كاملة السلطات الإدارية تعدل والله تواصل الجولات اللي دائما يلا تود تعدل في دوائرها الإدارية، تخلص هذه المشاريع إسوة كانت على المدرسة أو طب أو مش معي أو إمكانية استفادة المواطنين من هذه المشاريع، المنشآت المائية والمراكز الصحية الجميع هذا كامل يلا تعود متابعة ويلا المواطنين يعودوا يستفيدون. إذن عن السلطات الإدارية مطلوبة هي والمدراء الجهويين والفنيين الموجودين والعمد عنهم يكثفوا من ذيك البعثات وتوعية المواطنين ومتابعة هذه المشاريع وإمكانية استفادة منها الشعب. يا الله يعودوا ملي فهم لقاءات تعدلوها وكانوا فهم فرص نعرفهم نعرف أنهم دوردوا مازالوا خالقين لسيردي وما أشبه ذلك من هذه البرامج اللي دهي هذه فرصة يا الله تقود السلطات الإدارية والفنيين والمنتخبين يتم زاد ملي يتداولوا فيها المشاكل المطروحة ومتابعة هذه المشاريع اللي إلى عادة ما كانت ما هي خالق السنو عدلوها تم تدخل فيهم اللي فرصة أخرى عندكم هذه الإذاعات الجهوية هي فرصة لتمرير بعض الأمور اللي يختار رجال المواطنين يتفكروا إن كانت في حملة أسوأ شني حملات التلقيح للأطفال، حملات تلقيح للحيوان، مكافحة الحرائق، إذا على جميع الأمور كانت قلت طريق هذه الإذاعة. هذا هو اللي مطلوب هو اللي يلا يعدل وإحنا إن شاء الله لا ينصهروا على أن يتم هذا النوع من البرامج وهذا النوع من اللقاءات ومتابعة المشاريع على أن يتم وصوله عن وجونا دائما تقارير يسوى الشهرية أو ظرفية كل زمن يتم يجينا ذوك التقارير نشوفوا صدى ونتيجة
المشاريع للمواطنين والى عدم اللي في نواقص يعالجوه في الوقت المناسب. وفي كلمته الافتتاحية بيّن والي ولاية البراكنة السيد محمد الشيخ والسويدي أهمية الزيارة كمناسبة للاتصال بممثل المواطنين والتعرف على المشاكل المطروحة لهم. أما رئيس المجلس الجهوي لولاية البراكنة السيد محمد المصطفى والمحمد محمود وعمدة ألاق السيد محمد والأحمد شاء الله فقد رحب من جهتهما بالزيارة وأشاد بالإنجازات التي تحققت في الولاية وفي الوطن بشكل عام، وأكد جاهزية ساكنة الولاية لمواكبة المسيرة التنموية ودعم خيارات رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز. وعلى نفس المنوال سارت بقية تدخلات المنتخبين الذين تقدموا بمطالب تخص الساكنة شملت توسيع الاستفادة من برامج وتدخلات مفوضية الأمن الغذائي ووكالة التضامن ودعم الزراعة والتنمية الحيوانية وحل المشاكل المتعلقة بالحالة المدنية وبالتعليم وفك العزلة عن بعض مناطق الولاية. وكانت الاستشكالات والمطالب التي أثارها المتدخلون محل ردود وافية من قبل الوزير، مؤكدا أن بعض المطالب المستعجلة في طريقه إلى الحل والبعض الآخر سيبلغ إلى القطاعات المعنية للنظر فيه. وهنا